اهتمت صحيفه جابان تايمز اليابانيه في عددها الصادر بعقد قمه القاهره للسلام التي عقدت في العاصمه الاداريه الجديده بقياده الرئيس السيسي لحل الازمه الفلسطينيه. اكدت الصحيفه ان العالم برمته يقدر دور القاهره المحوري والاساسي في تخفيف معاناه الشعب الفلسطيني المحاصر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي. ذكرت الصحيفه ان التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي سلط الضوء على دور مصر كقوه اقليميه وهو ما يكسبها دعما غربيا في الوقت الراهن والذي تحاول فيه حل العديد من الازمات الاقتصاديه